طب احنا يعني ممكن نتطرق سريعا لهنا وضع موسيماني، لان انا لما اجي اتكلم عن موسم جديد لازم اتكلم عن يعني المدير الفني بتاعي واستعداداته كمان وتجهيزه للعيبه، مش بتكلم بس فنيا لا نفسيا وغيره، عايز اشيل الضغط والكوارث اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات وابتدي بقى فريش زي ما بيتقال. فنتكلم عن دور موسيماني في الفتره اللي جايه اللي في غايه الاهميه. اكيد هو الدور غير لعبتنا، مهاراتهم عالية جدا، مهارات لعبتنا يعني مش هنقول نصلح مهارات كتير يعني حتى بس مثلا دقة التسديد الكلام ده، لكن هو دوره النفسي والإعداده وإنه هيئ اللعيبة بدوافع جديدة لموسم جديد لبطولات جديدة، على أساس كتر البطولات وكتر يعني إيه الهرم له قمة واحدة، عمره ما يبقى له قمتين. انت في الدوري ايه الكلام الجميل ده، انا النهارده معجبه والله حضرتك جتني دورر انا والله النهارده ماشي. عمره ما يبقى له قمتين، انت في النادي الاهلي مطلوب الهرم يبقى له بقى له ثلاث قمم ليه في فتره قليله. أيوة. لكن ممكن يطلع وينزل، ما احنا عندنا ثلاث اهرامات بثلاث ارتفاعات مختلفه، فاذا لو عندنا ثلاث بطولات بس في مسافه بينهم يعني بين البطوله والبطوله، لكن انت مدخل بطوله في بطوله في بطوله، فانت المفروض اطلع يعني ايه الهرم القمه، يعني اللعيب وصل للقمه اللياقه البدنيه الذهنيه الفنيه الخططيه عشان احقق النتائج اللي مطلوبه مني من النادي الاهلي ليا كلاعب ان انا بادي في منظومه النادي الاهلي. فاذا اللعيب وصل للقمه هنا، مطلوب عشان يوصل للقمه الثانيه ايه؟ لازم ياخد راحه طبعا ويشم نفسه ويرجع تاني. انت لا، انت عايز كله في نفس واحد. طبعا. مش ممكن انك تحافظي على هذا المستوى في نفس القمه بدوافع مختلفه، لان كذا بطوله. صحيح. انا مش بدافع عن النادي الاهلي، بس انا بقول العلم. احنا بنقر واقع. لا، العلم مش كمان العلم هو اللي بيقول كده، مش انا. لا اجتهادي ولا اجتهاد كريم ولا لا، مش اجتهادنا ده، العلم هو اللي بيقول هذا الكلام.